اقتصادي. العالم يحتاج لإعادة تنظيم المال والاقتصاد ووضع أسس ونظم تحد من ما حصل قبل كم من سنة، لأن من بعد الحرب العالمية الثانية لما وضعوا أسس المال من هذاك الأيام لليوم ما وضع آلية جديدة لحماية اقتصاديات العالم، وأيضا تحديد ووضع شفافية في التعامل، كما أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى الانهيار المالي العالمي هي عدم الشفافية والتداخل بين المصالح. فنحتاج إلى نظام مالي عالمي، وهذا المؤتمر الكبير سيدرس هذه الآثار وأسبابها، وإن شاء الله يطلع توصيات اللي هي تقوي من الاقتصاد العام وتحميه من السلبيات التي كانت، وأيضا تمكن من استمرارية